رجعنا معاكم مشاهدينا من جديد. في العديد من العناصر المشتركه جدا اللي بتساعد في تكوين شخصيه قويه، وتكون عندي شخصيه سويه، اقدر ان انا اطلع للمجتمع شخصيه تكون قادره على التواصل مع الاخرين، شخصيه منتجه، شخصيه عندها قدر كبير من الثقه بالنفس. للاسف في بعض الناس بتعاني من قله الثقه بالنفس، وده ممكن يكون من ضمن اسبابه اسباب تربويه. نشأة الأسرة، أسلوب التربية اللي بيكون معتمد على القسوة، بيكون معتمد على القمع، بيكون معتمد على الشدة المفرطة، ده بيخلق عندي شخصية بتفتقد الثقة بالنفس. الظروف الاجتماعية أيضا أو ظروف الفقر والاحتياج ممكن تكون ظروف كمان بتشكل عندي نوع من قلة الثقة بالنفس. النهاردة حابين نتكلم عن الثقة بالنفس، ونتكلم عن الشخصية القوية ومدى العلاقة بين الثقة بالنفس وأن أنا يكون عندي شخصية قوية، وهنتكلم بشكل عام على الأسس الخاصة بتنشئة شخصية تكون قادرة على مواجهة المجتمع وشخصية مؤثرة. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم اللي بيشرفني النهارده معنا، دكتور أسامة جلال، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح النور، أهلا بيك. أهلا بيك. يعني إيه دكتور بناء شخصية؟ يعني إيه أنا ببني شخصية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. صباح الخير على القناة وعلى مصر كلها. بداية خلينا أقول كتير بيقولوا لنا يا دكتور، فأنا برفض دايما مسمى دكتور، لأن الدكتوراه بتتاخد من جامعة حكومية أو جامعة معتمدة. نعم. فديت من باب الثقة بقى في النفس، أنا مش هاخد حاجة مش بتاعتي. نعم. منتهى البساطة وعلى الهوا. مش حاسس ده بنقص ولا حاسس أنا بحيي حضرتك على ده طبعا. وأشكرك طبعا لذوقك، بس هي الإيه؟ خلينا ندي الأمور وضعها. نعم. الثقة في النفس. غريبة إن سبحان الله كل ما أنطلب في أي قناة ألاقي الموضوع دوت بيطلبوه مني. وكأني ده فعلا موضوع ملح. عند المعد لنفسه، عند الفريق الاعداد كله، عند الناس كلها. نعم. عند الاسر. وانا النهارده هاجي اقول كلام ربما يكون جديد شويه ما قلتوش في قنوات قبل كده. الثقه في النفس ان لم تكن من اهم الصفات الانسانيه فهي على الاقل من اول خمس صفات مهمه للانسان. طبعا. ليه بقى؟ لانها هتحدد مصيره بالكامل، هتحدد حياته مع نفسه، هتحدد حياته مع اسرته، مع لما يجي يتجوز، لما يجي يشتغل، محيطه العملي، في مجتمعه. صحيح. هتحدد حياته لغايه يوم ما يموت. مفيش اي صفه هتبقى فيه الا لازم يكون مسنوده على الايه؟ على الثقه في النفس. طبعا. اما مسنوده على ارضيه موجوده عندنا الثقه في النفس، اما الثقه في النفس مهزوزه او مختله او ضعيفه، فيبقى كل اللي مسنود عليها ايه؟ ضعيف. ضعيف. عشان كده هي يعتبر القاعده اللي احنا بنبني عليها. كنت لسه كان في دوره بنجهز ليها للثقه في النفس، فكنا بنعمل برومو. فكنت بقول لهم انا كمدرب متخصص في تطوير الشخصيه واعداد القاده وتدريب مدربين، اول حاجه بجيبها اصلحها الثقه في النفس. نعم. بعد كده ابني ايه؟ ابني اللي ابنيه. ما بنيتش الثقه في النفس اكيد كل اللي هيبني عليه حتى لو بان ان هو بيجيب نتيجه ما بيجيبش نتيجه. ايه بقى الثقه في النفس ديت؟ الثقة في النفس، خلينا كلمة الثقة، احنا لما بنروح نوثق عقد، صح؟ صحيح. بنعتمده، بنقويه. فالثقة في النفس يعني ايه؟ اعتماد الصفات النفسية المظبوطة، تقوية النفس. طيب النفس دي بتتقوى ازاي؟ النفس دي بتتقوى لما تعرف حاجة مهمة جدا، لو فقدناها مفيش ثقة في النفس. صحيح. هي اسمها ايه؟ تقدير النفس. تقدير الذات. ماشي؟ يعني ايه اقدر ذاتي؟ ربنا قال ايه؟ وخلقنا كل شيء ايه؟ بقدر. بقدر. بميزان. اقدر ذاتي يعني اوزن نفسي. طيب احنا تقدير الذات ده حته في الوسط. احنا على فكره في ناس ساعات بتخطا يقول لك ايه؟ عكس الكرم اللي ايه؟ البخل. البخل. هو الحقيقه لا. الكرم ده في الوسط. عكس البخل الاسراف. عكس الجبن التهور. لكن لكن في الوسط الشجاعه. الخوف او في الوسط الشجاعه. فدايما الصفه الجميله في وسط. نعم. اي تطرف من ناحيه دي او من ناحيه دي هي اعتبرها مش ثلاث نقط، هي ثلاث مناطق. منطقه كده، منطقه في الوسط اللي احنا عايزينها، منطقه شمال. انت بتتحرك في المنطقه في الوسط دي في امان. لو رحت ناحيه الشمال شويه بقدر ما بنحود، بقدر ما ايه؟ بننحرف، بنبعد. نعم. عن الصفه احنا عايزينها عشان ما يبقاش ايه؟ بخيل. دي درجات. صحيح. المسرف درجات. برضه الكريم درجات. فتقدير الذات ان انا اعرف المنطقه بتاعتي في الوسط انا مين. صحيح. انا قدر ايه. صحيح. بنواجه بقى
في استشاراتنا بنشوف الحاجات طبعا دي بشكل كبير طبعًا. في دوراتنا في حياتنا احنا الشخصيه بنواجه نوعين من الناس خفيين جدا، نظن بعضهم انه ما عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في ذاته او طيب، وهما في الحقيقه عكس كده خلل رهيب. واحد حصل له ايه؟ تقزيم ذاته، فبقى ايه؟ متدني، فحاسس ان كل حاجه اعلى منه هو ملوش قيمه، هو ملوش قيمه. والتاني عنده تضخيم ذاته، فبقى حاسس ان هو كل حاجه والناس كلها ملهاش قيمه، المشاعر كلها هو في الاساس ما هو في الاساس مش غير مؤثر يعني. هو حتى لو كان مؤثر هو في النهايه احنا ما بنتكلمش على وظيفته ايه، ممكن يكون وظيفه حد كبير وظيفه حد صغير، ده بعيدا عن لكن نفسياً المهنه او العمل. نفسيا من جوه اجتماعيا ممكن يكون شخص غير مؤثر في اللي حواليه، وقد يكون مؤثر وقد يكون مؤثر جدا كمان، لكن هو لما نيجي ندخل له من جوه نلاقيه ما عندوش على مرحله الاتزان النفسي اللي المفروض يكون عليها. فالتاني ده هو دايما حاسس انه قليل، وعشان كده دايما هو حاسس انه ملوش حقوق، حاسس دايما انه كل الناس افضل منه، دايما بيقارن نفسه باي حد، يعني دايما دماغه شغاله لو قارن نفسه باي حد بيقارن نفسه باضعف ما فيه وباقل ما فيه ماشي بافضل ما في الاخرين. نعم. فدايما يحس انه يعني ده لو معاه عربيه فيت هيبص اللي معاه عربيه مش العرب من الماركات اللي هي الفئه الوسطانيه، لو هو معاه فئه الوسطانيه هيشوف له الفئه هو دايما حاسس انه قليل، ما تعرفيش ليه؟ عشان هو عنده خلل في الحته دي. اما بقى الثاني عنده تضخيم للذات زي فرعون كده، انا ربكم الاعلى، فعنده دايما وحاسس انه احسن من الكل، وده بينعكس على رؤيته للناس ومشاعر الناس وحقوق الناس. تخيلي ان مفيش مشكله في حياتنا الا منبعها الحتتين اللي في مفيش مشكله، تخيلي لا على المستوى السياسي ولا الاقتصادي ولا الاسري ولا الاجتماعي ولا التجاري، الا حتتين ايه دول، حد متدني وحد متضخم. المشكله بقى ان المتدني ده ساعات ياخد شكل المتضخم عشان يعوض التدني، ايوه، خصوصا لو اتملك صحيح او اتعصب ماشي. طيب احنا عايزين نعرف ازاي اعرف الشخص انه مهتز اذا كان متدني ولا ايه ولا متضخم. دايما ما فيش عنده ثبات انفعالي. وكلمه ثبات انفعالي مش معناها انه بيتنرفز بس، لا، ممكن لما يجي وقت المفروض يغضب ما بيغضبش، ما بياخدش اكشن. فنقول له ليه؟ ده حقك، ده لازم، ده واجبك، ما بياخدش، لكن عم عدي. هنا بقى بقول لك الخطوبه فين؟ بيلبسها صيغه الايه؟ الطيبه، فنقول فلان طيب. فلان مش طيب. الناس بتحطه في الاطار ده، انه شخص طيب وشخص مسالم. ايوه الله يفتح عليك، لكن هو حقيقي منسحق. فهو قافل على نفسه، ففي خير وشر ماشي جنب الحيط وتحت الحيط وجوه الحيط. بالظبط. فده يا عيني عنده مشكله. الثاني اي موقف يعني المفروض يعمل فيه واحد بيعمل 10 15 20 ايه يا عم الموقف ما يستلزمش ده كله، رد فعله مبالغ فيه، مبالغ فيه قوي، لانه حاسس انه فيه هيقول لك ايه، جرحني ده، قال لي ده، سواها لي هو، لانه مش انت عارف لما نكون احنا واقفين على رجل دي فاي هزه توقعنا، لو وقفنا ضعف دي لوحدها اي هزه توقعنا، هي نفس الوضع. اللي واقف على رجل اثنين صعب ان حد يهزه، لان دي سنده دي سنده صحيح. دي محطه التوازن. الشخص الثاني دوت اللي هو عنده تضخم دايما انفعالاته شديده، خصوصا لو بقى معاه سلطه، اعوذ بالله، لو بقى معاه سلطه، سواء سلطه مال، سلطه منصب يعني. او منصب او قياده او صاحب شركه او صاحب شغل، مهما كان شغل بسيط، يعني ممكن يكون واحد فاتح محل مشغل عنده واحد بعيد عنك، بيعيشه في عذاب يعني، بيحس بالتسلط دوت. لو زوج برضه اعوذ بالله، برضه مشكله لو زوجه، عندنا زوجات من النوعيات المتسلطه دي، متسلطه متسلطه، لانها مش واثقه في نفسها، الواثقه في نفسها تبقى انثى، خلي بالك الواثقه في نفسها انثى. حلوه المقوله دي. طبعا لان احنا عندنا ربنا خلقنا كل واحد له قدر، يعني حتى الحيوان، يعني لو قلنا لو اسد بياكل الغزاله، لو لقينا اسد عمال ياكل كل غزاله وياكل منها لقمه ويسيبها او حتى راح لحمه بقى، الله يرحم اللحمه وياكلها ويسيبها، هل الاسد ده طبيعي؟ الاسد طبيعته توازنه انه لما يجوع يبحث عن صيده يصطاد وياكل ويشبع وخلصت. صحيح. ماشي. فالمراه الواثقه في نفسها هي انثى مكتمله، حاسه بثقه، مش محتاجه لا هي تتدنى وتحس بهوان، ولا محساسه ان هي تعظم نفسها وتضخم، مبالغه مبالغه في الاكشنات بتاعتها والمواقف بتاعتها. طيب ايه كمان؟
نلاقي الشخص اللي عنده أزمة في ثقة في النفس دايما متردد. احنا هنقول بقى الصفة ايه؟ هنا متردد، هنا متهوف. ده متردد في اي قرار، مبقاش عارف ياخد قرار حتى في ابسط الامور يعني. فهمت يا دكتور؟ لو بيشتري حاجه، لو بيشتري قلم جاف ممكن يكون متردد. فدايما عنده اسئله كتير جواه، وده صحيح. عذاب صحيح. ساعات بيتصالح معاه بعد فتره ويقول انا كده وخلاص، بس اللي حواليه بقى ممكن يشعروا بايه؟ بعذاب، خصوصا الاسره. كتير من الزوجات بيشتكوا ان زوجي ما بياخدش مره قرار، مش صاحب قرار. صحيح. والست دايما بتحب الراجل صاحب القرار. اكيد طبعا. قياده. اكيد طبعا. دوت ايه؟ صاحبنا التاني بقى بياخد قرار في هوا لمسه، هوب ضرب في السقف. يا عم طب فكر، طب احسبها. لا، قرارات بتبقى انفعاليه مش محسوبه، انفعاليه دايما بيكون ليها نتائج معك، لان هو يعني حاسس انه اكبر من انه ايه، ما ياخدش قرار. اي حد انا موجود، انا مش عارف ايه اعمل، اسوي، اضرب، هقتل. فدايما حتى الشخصيات دي كمان يمكن ما بتحبش فكره انها تستشير حد، يعني رايه من تفكير، مفيش هو طبعا. يعني هو بيعتبر فعلا ان كل الناس اللي حواليهم اقل منه فكريا وثقافيا وفي كل حاجه. يا ريت اقل، ممكن يكون حاسبهم مش موجودين اصلا، مش موجودين، شايفهم اساسا في حياتي. يعني اقل دي ممكن يكون ايه، انا حاسس مثلا انا دارس الموقف دوت، فانت او انت حضرتك دارس الموقف، فانا مش دارسه قوي، فانت اعلى مني، فانت عارفه ان انت متخصصه. لكن انا مش موجود اصلا، هو ده دي الازمه. وكل ما يتطرف الناحيه دي، كل ما ايه، ما يتقمص هذا الدور دوت. برضه نيجي بقى في ناحيه تحمل المسؤوليه. المتدني المتقزم لشخصيته، مش واثق في نفسه، دايما بيخاف من المسؤوليه، بيهرب من المسؤوليه. شوف لو بيلم اجره من العربيه يهرب منها. لا 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 يا جماعه، مش وتلاقيه مضطرب، خايف، لا مش عايز يا عم، انه حاسس زي من قليل. التاني لو قلنا له عايزين حد يعمل عمليه جراحيه في القلب، انا اعملها لكم. مش تخصصه اصلا. عايزين لاعب كوره بدل محمد صلاح ينزل، انا هلعب. دايما هو حاسس نفسه ان هو صاحب مسؤوليه، وانه يقدر يشيل اي مسؤوليات، وان هو ينفع في القيادات مهما كان مستواه، حتى لو عنده قدر منه، بس هو بيضخم الموضوع جدا. ودي طبعا ممكن تعمل مصايب، لانه بيتصدى لامور هو مش قدها. نعم. فممكن لو احنا كمان خدعنا فيه هنوليه امور المسؤوليه وهو مش قدها. طيب انا عايزه اركز على جانب التربيه والنشاه اللي ممكن احنا هنجيب الاسباب. تخلق لي شخص احنا ممتاز، دي المظاهر. ده جبان، ده متهور. ده دي منين؟ احنا اتخلقنا انا وحضرتك وكل السامعين وكل المشاهدين، احنا اتخلقنا حته لحمه طريه، بدايه لا بتهش ولا بتنش. صحيح. فابواه يشكلانه. احنا واخدين على الفطره، الفطره للصفات اللي ربنا خلقها للانسان عامه. بالظبط. التشكيل اللي بيجي بعد كده بيجي رقم واحد من الاهل، وبعدين من البيئه، وبعدين من المدرسه، وبعدين من المجتمع، وبعدين من الظروف اللي خاصه كل واحد في شغله. طيب ايه اللي بيحصل في حته اللحمه الطريه اللي هي لسه شويه جبس كده؟ الرجاله انتوا عارفين الجبس اول ما بيتشكل بيبقى طري جدا، مفيش فترات بسيطه تلاقيه نشف. فلو ما شكلتوش بسرعه او حطيته في قالب راح، ما ينفعش ايه يتسيح تاني. يمكن الحمد لله احنا كانسان بينفع. الاهل اللي عندهم تدني للذات بيورثوا التدني للايه؟ للابن. احنا قليلين قوي، فاكره الجمله بتاع الاستاذ سناء جميل؟ احنا قليلين قوي يا سيد. فهو حاسس دايما ان هو يا ابني احنا غلابه، يا ابني بقول لك ايه. فدايما في الولد ورث الكلام ده، بيأثر في نفسيه الاطفال. ده مش بيأثر، بيشكل. كلمه الاثر دي ويمكن احنا كبار، وفي الصغر هو اللي بيشكل. التانيين بقى طالع من اسره، انت مش عارف احنا اولاد مين؟ لا احنا اولاد ولادك. فيحس دايما ان هو اعلى من المجتمع واعلى من الناس كلها. فبياخدها فكل منطلقاته. ماشي. الـ 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 الاهل ممكن يكونوا دول بيقارنوه، فبيقارنوه دايما ان كل قرايبنا احسن منا، احسن منا جيراننا احسن منا، فيطلع دايما حاسس ان الناس احسن منا. التاني بيقارنوه، لا ده انت احسن من فلان، ده انت بقى يجي ايه هو فلان طولك ايه فلان. فبقى حاسس برضه تضخم ذاته. ماشي. دول ما بيدبلوش اي ما بيسمعوش اي راي. اسكت، اخرس، انت بتفهم انت فكره القمع. القمع ده، بص يا جماعه والاهالي سامعين، دي اللي انا بتكلم عليه، دي جرائم وليست اخطاء. دي جرائم، لانها دي بتضيع بشر. هتضيع ابنك اللي هو انسان ممكن يدخل النار، وممكن يدخل معاه النار كمان ناس، لان هو هيطلع يشكل ناس ويأثر على ناس. صحيح. ما الفتنه اشد من القتل. يعني ايه؟ لان انا لو قتلت واحد مؤمن هيدخل الجنه، لكن لو انا فتنته اللي هي عملت له امتحانات صعبه، فقد ينحرف فيدخل النار. فاصبح قتله كان اهون
من ان انا احطه في معجنه يتشكل بطريقه فيطلع أسوأ ما فيه. نعم. تخيل بقى انت واخد ابنك حته طبيه يتشكلها طلعت أسوأ ما فيه. فهنا دول ما بيسمعوش. طب دوت دايما معظم رايه ان هو ايه، انت قلت اللي محدش قاله، خصوصا الامهات لما بيكون عندها ابن وبتحبه شويه كلامه مصدق، فيظن ان المجتمع كله لازم يكون زي امه وابوه ان انا ايه كلامي مصدق. فده كمان لو تولى مسؤوليه ما بيسمعش كلام حد ابدا. خالص. القليل ده برضه بيحصل ساعات مشكله، اما يفضل حتى لو مسك مسؤوليه مش عايز، خايف يقول رايه، خايف يقعد قدام اي حد يقول رايه، بيحاول يتجمل، وده بيسبب لنا الرياء والعجب. ودول من امراض القلوب. واحد دايما عايز يرائي عشان الناس يقولوا عليا ايه، انا طيب وانا حنين بالظبط، بيمشي اموره يعني، مش عايز اقول الكلام اللي يزعل. بلاش اقول رايي يا ابني، قول رايك، احنا في اجتماع المفروض تقول رايك. بالظبط. بلاش اقول رايي، قول انتوا. فيخاف. التاني عنده عجب، العجب ده زي ابليس كده، انا خير منهم، انا 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 انا، فمعجب بنفسه دايما، ودي بتصيبنا كلنا بس بنسب. بالظبط. المؤمن الذكي اللي بيشوف النسب الصغيره يحاول ايه ينقيها. يعني انا طلعت التلفزيون، هل يا طبعا هيبقى عندي عجب ان انا طلعت على التلفزيون واتكلمت والناس طبعا هيقولوا عليا ايه وايه وايه؟ طب ما انا كده هفقد الثواب. بالظبط. انا بقيت كده بمرائي للناس. عايز الايه؟ ودي يمكن يا فندم الشعره اللي ما بين الثقه بالنفس وما بين الغرور، ان انا اكون شخص واثق في نفسي ولكن مراعي الحته اللي حضرتك بتقول عليها، ان انا ما اوصلش لمرحله الغرور بالنفس، ان انا اكون يعني طول الوقت انا شايف نفسي احسن واحد، افضل واحد، بتكلم على نفسي طول الوقت في كل مكان. في ناس كتير بنشوفها كده. أيوة. ما بيظهروش في مكان او ما بيقعدوش في اي مجلس الا هما بيتكلموا عن نفسهم وانجازاتهم واولادهم واحسن حاجه في حياتهم، يعني هما مش شايفين غير نفسهم. كان الاول في الدراسه والاول في المدرسه. بالظبط. وكان زعيم العصابه بتاع المدرسه والف بنت تتمناه. أيوة. وبنتي اجمل واحده في البنات وما فيش حد زيها، يعني بنشوف الكلام الناس في المدرسه فعلا الولد ذكي. بالظبط. عنده ايه؟ عنده الحكايه دي. بس خليني اتفق معاك في جزئيه ونحرر شويه بعض المصطلحات. كلمه غرور غير التكبر. أيوة. احنا هنا بنقصد التكبر يعني حضرتك تقصدي، بس انا في العامه بنسميه غرور. طبعا انا قال لك في بيه فالساده المشاهدين يسامحوني يعني. لا يا فندم مش بايدي والله. الغرور اللي هو الخداع. لا يغرنكم بالله الغرور اللي هو الابليس. ولا تغرنكم الحياه الدنيا، لا تخدعنكم الحياه الدنيا. فالشخص ممكن يغر نفسه، يعني يخدع نفسه، فيرى نفسه على غير الحقيقه. ماشي؟ فيكون متكبر وفاكر نفسه عزيز. يكون متدني ومتهاون وفاكر نفسه متواضع وجميل ومؤدب. احنا عندنا في غزوه احد، ودي من الغزوات اللي انا بعشقها، لان المسلمين كانوا بعد هزيمه شديده وقتل و وخلاص حاسين ليه حصل كده، واحنا مؤمنين وانتصار وراجعين، والنبي صلى الله عليه وسلم اتعور وسمعتنا بقت في القبائل وشماته. نزلت الايه القرانيه تقول ايه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يعني معناها ايه؟ اوعى تهون لو انت على الحق، لو انت خدت موقف واتاذيت فيه ولا انت اهم حاجه تكون صح. مش مهم بيحصل ايه؟ لان اللي بيحصل ده فتن بتحصل للمؤمن وغير المؤمن. ما احنا عندنا ناس ملحده بالله وعندها مرض وعندها مشاكل وعندها في الدنيا دي امتحانات، امتحان بالعطاء او بالمنع لكل البشر. بالزبط. مش للمؤمنين بس، لكله. فانت اوعى تحسي بالاهانه الشخصيه، اوعى وانت تنام حاسس انكسر، ربنا رفضها. ولا تهنوا وما تحزنش، اوعى تصيبك الحزن اللي بيكسر النفوس. بالظبط. ليه؟ انتم الاعلون، مش شرط تكونوا مؤمنين. الايمان هنا يمكن من ضمن الحاجات اللي انا كنا هنقولها النهارده، ودي حاجه جديده انا بدات ايه، طبعا العلم الغربي بيتكلم عن الثقه في النفس والثقه في الذات، وعندهم حاجات جميله جدا ودرسناها. بس الحقيقه بعد فتره من الدراسه انا لقيت ان هم برضه الناحيه الدنيويه وبينجحوا الى حد كبير فيها. لكن انا اعمق منهم وانا اشمل منهم. انا عندي العلاج بتاع الثقه، تدني الثقه او التقزم والتضخم في حاجه واحده، الاخلاص لله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. يعني الاخلاص لله معناها ايه؟ الناس كلنا احنا مخلصين، بس ما حدش فاكر ايه هو الاخلاص؟ اخلاص لله ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. فالذل لا يرضي الله، وانت مخلص لله فاخلاصك لله يخليك تشوف ايه اللي المفروض تعمله. بالزبط. وهتعمله. طب انا عايز نفسي عايز اتكبر، فالاقي ربنا بيكره المتكبر وبيتوعده. صحيح. فلاني مخلص لله هقول لا يا نفسي، والله ما انت يعني ابعد يا ابليس، لان احنا في عدو احنا غافلين عنه بيوسوس، بس احنا نسيناه بقى لنا فتره ففاكرين ان احنا لا ده هو بيوسوس لنا بالشر. بالشر. فانا هقول له لا، قف عندك، انت عارف ان ربنا هيحاسبني لو انا اتكبرت، عارف لو انا ظلمت، كنت
اخويا في برنامج فكان عن العصبيه بين الازواج. نعم. فبقول لهم انا سمعت وانا شاب صغير جمله من مدرس حقيقه اثرت فيا لغايه النهارده وحطت لي قاعده. قال لو انت بصيت، وانا كنتش لسه اتجوزت اصلا ولا بخطب، احنا كنا في ثانويه اعتقد، او قال لو انت بصيت لمراتك لزوجتك بتبريئه اللي هي ايه؟ تحفز. بدون وجه حق. ربنا يسالك عليها يوم القيامه. سبحان الله. بقتلها ليه؟ لابني بقتله ليه؟ لو لحق طبعا خلاص انت بتستخدم هنا سلطتك في تنبيهها في بتاع توجيهها، لكن لو انت عاقبت اقل عقاب متعمدا بغير وجه حق، بغير وجه حق انت هتتسئل. صحيح. عارف يعني هتتسئل؟ يعني انا مش هتحرك الا ما تسئل. عشان كده عندنا الايمان بيحمي جدا من ان احنا نأذي بعضنا. انا خايف اذيكي، نفسي تدعوني ان اذيكي بس امنع، ممنوع. والقاظمين الغيظ معناها ايه؟ حتى لو انا ليا حق بالظبط، حاجه على نفسي سنه، مش من باب التقزم ان مش خايف اخد حقي، لا، من باب ان انا قوي وعزيز واقدر اخد حقي، ولكن هقزم ايه؟ هقزم ايه؟ عشان ما ايه؟ ما اذيكيش. صحيح. عشان الامور بينا تصلح. دي الثقه في النفس، دي جمال الثقه في النفس. الثقه في النفس تخلي الشخص عنده قدره على اتخاذ القرار، عنده ثبات انفعالي. صحيح. شجاع. صحيح. كريم، قائد. مفيش قائد في الدنيا ما عنده الثقه في ذاته. بس هو لو اصيب بالتضخم هيبقى متهور وقائد ديكتاتوري. صحيح. ولو اصيب بالتكذب هيبقى شيخه في مش قائد. لكن القائد الحقيقي بقى يعني ده مش قائد، ولا مش قائد اصلا. ده تولى سلطه وهو غير مؤهل ليها. وده تولى سلطه وهو غير مؤهل ليها. لكن القائد الحقيقي هو اللي بيتولى سلطه ويستحقها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسيد الامر الى غير اهله فانتصر الساعه. يعني ايه؟ يعني مثلا في شركه وسيد الامر المدير بتاعها الى غير اهله، ما يستحقش هو مدير، يبقى استنى ساعه الشركه دي اللي هي نهايتها هتقع. نعم. فعشان كده واحنا دايما بنبحث هنا بقى نطلب في حياتنا العمليه بسرعه شويه. بالظبط كده. لو انا ببحث عن زوج، لو انا ببحث عن زوجه، عيني على بعض الصفات المهمه جدا. هو عنده ثقه في نفسه ولا هو بيمثل الثقه؟ بالظبط. طيب انا اعرف ازاي بقى اذا كان عنده ثقه؟ اقول لكل واحده عشان ما تجاملش نفسها. بالزبط. والله كل الصفات بتظهر، بس احنا اللي بنرفض نشوف الحقيقه. صحيح. حابين، عايزين، بنعدي. طب يمكن يصلح، او مش عايزين نتعلم اقيم الصفات ازاي. ما انت بتتعلمي كل حاجه. الست بنت ما شاء الله بتعمل 50 عميقه، واحنا مش عيب ابدا. مش عيب ان احنا نغير في نفسنا، او ان احنا نكتشف عيوب معينه في شخصيتنا، وان احنا نحاول نغير ده او نبدل ده. ده مش عيب، ده فرض. ده فرض علينا اصلا ان احنا كل فتره لازم نزكي نفسنا. نزكي يعني ايه؟ نطهرها مما اصابها. واحنا برضه بنفتن. يعني مثلا انا ده قدامك شخص بسيط، يمكن بكره لو بقيت مشهور على مستوى الوطن العربي والاستشاره بتاعتي بقت بالافات الدولارات، ما يمكن ده يصيبني نوع من انواع العجب، مش صايبني دلوقتي لان ايه؟ على قدي. لكن ممكن لو بقيت حاجه كبيره، فانا المفروض لو انا ذكي وعارف عايز انجو يوم القيامه من الله سبحانه وتعالى وادخل الجنه وفي الدنيا سعيد، نعم بالله، ان انا ابقى ملاحظ. الدنيا جايه لك يا عم اسامه، الشهره جايه لك، هتعمل ايه؟ بالظبط. لو انت مش قدها ابعد. ابعد عن الشهره. لو انت مش احسن ما تهلك؟ صحيح. مش احسن ما تضيع؟ صحيح. ليه ما تاهل نفسك ان انت تكون قادر على ذلك؟ واحد كان بسيط نجح بعضو مجلس، فجأة لقيناها بقى حاسس انه بعد ما كانوا في فترة الترشيح بينزل يبوس الايادي عشان الناس تنتخبه، بعد ما نجح ما حدش عارف يقابله، وحاسس انه ايه؟ هبقى حاجة عظيمة. ده يعني انه فاضي من جوه. بالظبط. ولو كان مليان من جوه كان فضل هو نفس الشخص، معاه فلوس زي ما معهوش فلوس، معاه سلطة زي ما معهوش سلطة. عشان كده دايما نقول ايه؟ واحنا بندرب القادة، ان الشخص اللي بيتولى منصب، المنصب أكبر منه، الشخص بيضطر ينفخ عشان يملك كرسي، عشان يواكب هذا المنصب، عشان يملك كرسي. لكن لو هو اكبر من الكرسي ولا يفرق معاه، ولا يفرق معاه. صحيح. وشكلك تلاقي الكريم قوي بقى والاصيل، تعرفيه الواثق في نفسه لما يتولى سلطه ويبقى غني يعامل الاقل منه ازاي. بالظبط كده. هي دي الاختبارات. طيب قبل ما وقتنا يجري سريعا، اعرف من حضرتك ازاي يعني السيده او الرجل يعرفوا ان الطرف الثاني واثق في نفسه ولا بيمثل الثقه بنفسه؟ تمام. الانفعالات. انفعالات طبيعيه. احنا لما بنعرف بعض يا جماعه، في فن اسمه فن العلاقات اسمه فن المسافات، المسافه اللي انا بنحددها، ماشي. وكمان لازم الوقت، الزمن. انا دلوقتي حضرتك قعدت معايا نص ساعه، هل تقدر تحكم على شخصيتي؟ انا ممكن اكون هنا بعرف امثل كويس انا كويس. فلازم تبقى في عشره وفي معامله. فتره الخطوبه انا مش رايح عشان استمتع بالخطوبه، فتره الخطوبه هي المراقبه، اشوف الصفات دي هتنفعني ولا لا. واحد لقيتيه دايما
لو غلط فيكي وهزقك اوعي تكملي، ده هيهزقك اكتر بعد الزواج. نعم صح. ماشي، كان متنرفز ممكن اعديله مره، بس خلي بالك برضه المره دي لها حدودها، حدود هي لها حدودها، حد معين طبعا. لحد حد معين لو عدى الحد ده يبقى هو مش هينفع ابدا. صحيح. لكن حد مثلا ايه بيقول لك سيبيني دلوقتي مش عارف ايه، كلمتين كده بصوت خلاص نرفزها، لكن شتم تجاوز بقى لفظي وهكذا لا طبعا. اهان بقولها لكل مرأة لا، وكل حد اصلا، وكل عامل وكل موظف، مفيش انسان في الدنيا يملك انه يهينك حقيقي، ولا انت تهين نفسك انك قبلت الاهانه. نعم، هنموت من الجوع والله لو متنا ألف مره. نعم، اوعى تقبل الاهانه ابدا. صحيح. ولا حد ربنا سلطه ولا اداله حق انه يهينك، ممكن حق انه يعاقبك لكن يهينك لا. صحيح. العقاب غير الاهانه. ماشي. طيب لقيتيه الشخص ده بيتكلم على اهله وبيتعامل اهله بطريقه مش كويسه، ده ما عندوش ثقه في نفسه، كان عنده ثقه في نفسه، كان عارف ان اهله لهم حق، وهيبان ان في اصلا خلل في الاسره، يعني هو الاسره كتكوين اسره وكاسلوب تربيه للشخص ده اكيد في خلل ما، هو ما طلعش كده من فراغ. ساعات بتبقى وارد في فعلا خلل، وساعات ناس كويسه بتطلع واحد ان احنا مش الاسره المشكله لوحدها، خلي بالك. وفي نفس الوقت في واحد بيبقى اسره وحشه وهو سبحان الله يشتغل على نفسه ويتقي الله ويبقى كويس، فانا بقيمه هو في انفعالاته، وقت فرحه ووقت غضبه، وقت ما معاه وقت ما معهوش. صحيح. بصرف ازاي؟ وقت ما انا محتاجاه، وقت ما انا غضبانه، وقت ما انا زعلانه، بيبقى سند ولا مش سند؟ صحيح. بيضيق بيا ولا لا؟ من ثقته في نفسه وعارف انه راجل عليه مسؤوليه الرجوله. فبيتحملها بلا ضجر. بالظبط. فدي واثق في نفسه. لكن لو هو مهزوز، لو هو متدني، لا مش عارف ايه، لو هو متعاظم ممكن يتقبل عليكي او يمن عليك، هو جاي عشان يمن عليكي. نعم. فانت خلي بالك الفاظه، معاملته مع اهله، كلامه على زمايله، كلامه عن الشغل بتاعه، كل ما تلاقيه دايما انفعالاته بتضرب لفوق او بتضرب لتحت. نعم. عارف ان دي شخصيه مش متزنه، لاتيه ما بيعرفش ياخد قرار، متردد دايما، اعتمادي، عارف انه مش واثق في نفسه. انا مش بقول لك رفضيه على طول، ولكن شوف المقدار، هل مقداره يقبل التعديل ولا هو مقبال لا يناسبني. صحيح. يعني بنتمنى انه الجميع يكون عندهم يعني الوعي بأهمية الثقة بالنفس، لما بنربي جيل بنربي ناس، يا ريت نطلع أولاد واثقين في نفسهم. التربية مش بس شدة وقسوة، ولكن لازم يكون في معادلة كده وتوازن ما بين إن إحنا بنشد على أولادنا في أوقات معينة، كمان بنرخي في أوقات معينة، عشان يطلعوا أشخاص أسوياء، أشخاص معتدلين، عارفين ياخدوا قرارات إمتى، ردود أفعالهم تكون متناسبة مع المواقف اللي بيقعوا فيها، وبالتالي يكون عندنا جيل يعني غني بالثقة بالنفس، وهي أساس طبعا كل شخصية سوية. بشكر حضرتك جدا يا فندم. اسمحي لي اقول جمله اخيره اختم بها، دايما جملتي اخواننا، ما زال في الوقت متسع. نعم. وما زال في الحياه فرص. صحيح. وما زالت خزائن الله ملأة، فشمر وتوكل على الله هتغنم ان شاء الله. نعم. بشكر حضرتك جزيلا استاذ اسامه جلال، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، فاصل سريع ونرجع معاكم فقره حواريه جديده.